بالنسبه لشرط لواحد النقطه هو انه لربما الناس يعني ما كانوش كيفهموها بزاف، على اساس ان دائما ملي كنتكلموا على السياتيك او حتى على امراض العظام الاخرى دائما مرتبطه مثلا بالمفاصل، خاصه مرتبطه تقدم في السن. السياتيك يعني ما مرتبطش بفئات عمريه معينه ولا مع تقدم السن، لا لانه احيانا كنلقاو هاد الاعراض وتيقول لك ولا راه هاد الوليد باقي صغير عنده يلاه 12 عام جابوا السياتيك، حتى انه كيمشي يدير تشخيص في بلاصه اخرى ماشي في تخصص ديال العظام والمفاصل، في حين انه السياتيك لا، السياتيك نوع. فرقتي لينا ما بين تحت الخمسين وما بين فوق الخمسين، كيفاش يكونوا الاعراض مختلفه؟ تماما، هو جوستومون على حسب السن ديال الواحد، يعني الواحد كي خاصو يخمم في السبب. انا الواحد الا جاني مثلا عنده 25 عام وعنده الم ديال السياتيك، ما غاديش نخمم في تاكل ديال الغضروف. حيدنا هذا السبب. علاش؟ لانه ما غاديش يمكن في هذا السن هذا ما عندناش لاختروس، فهمتي؟ هذه من جهه. دونك كنخمو في هذيك لا ايرني ديسكال، يعني هذاك الكريوش اللي ملي تيكون خارج من بلاصتو، تنعيطوا له الفتق ديال هذاك الغضروف. ايه، هذه خصني نخمم في هذه القضيه، خصني نخمم على حسب عاوتاني حتى نوعيه الالم. فهاد انا ديما تنقولها، يعني ما تنجيوش نبداو بالفحص، الفحص كتبقى هي المرحله الثانيه، ولكن المرحله الاولى اللي مهمه بزاف وهي ديك الاسئله اللي تنطرحوا على المريض، راه هذيك هي اللي كتوجهك، فهمتي؟ فمثلا تيجيك شاب وهو كتعرفو كيلعب مثلا الباسكت ولا تيلعب الهوند ولا تيلعب الفولي، يعني شي مسائل، شي رياضه اللي تنقص بها بزاف مثلا، هذاك الشيء كيمكن بطبيعه الحال ياثر على العمود الفقري، وجاك بالالم ديال السياتيك وكيمكن يطيح عاوتاني، دونك يمكن يكون تقصح في الظهر ديالو، فكيعطيك فكره. هذا الشيء هذا كتعطيك فكره، معطيات مهمين للاطباء باش يعرفوا مثلا. الا قال لك مره اللي تيفيق عليه الحريق، الا قال لك فهمتيني الحده ديال داك الحريق والنوعيه ديالو، حتى هي مهمه. واش هذا الحريق يكون عندك ليل ونهار؟ الا كان عندك غير في الليل، خاصني نخمم في الالتهاب ديال المفاصل، فهمتي؟ الا كان عندي مغير في النهار في الحركه، ولا هزيت شي حاجه ثقيله، هذه خصني نخمم لحاجه اخرى. دونك انا راه ما كنبقاوش محصورين في هذاك الالم في حد ذاته ديال السياتيك، هي راه عرفناه، وراه تيجي تيقول لك بعد النوبات وفافا، ماشي بعد النوبات، تقريبا في الغالب دابا تبارك الله الناس واعيين وهذا، وتيصنتوا الاذاعات والبرامج وهذا، تيقول لك انا راني عندي سياتيك في اليسر. ايه، ولكن ما بقاتش في هذا الشيء، خصني نعرف علاش باش العلاج يكون هو هذاك بطبيعه الحال. يعني كنعرفوا نوعيه السبب، كنعرفوا التشخيص الدقيق والعلاج المناسب. ما عرفتيش ما شخصتي شي السبب، العلاج ما غاديش يكون هو هذاك. نفس الحريق كنبقاو غير كنهمدوا بمهدئات مثلا، واحد عنده سرطان وحنا خايدين اتجاه اخر، كيفاش هذا العلاج غادي يتم؟ الوغ كي مشينا وشخصنا المسائل مزيان وعرفنا بانه في الاخر السرطان هو اللي داير له هذا الشيء، غادي نحلوا المشكل، مشاكل ماشي مشكل.